النور البنات، صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الورد، صباحكم مبروك يا ربي. كنقول لكم جمعة مباركة، الله يدخل عليكم بصحة وسلامة وباش ما تمنيتو يا ربي. الله يسهل على كل وحدة فيكم، واللي عندها في خاطرها شي حاجة الله يكمل عليها بالخير فيها يا ربي. المهم نبداو الفيديو ديال اليوم بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم وتحت طلب العديد منكم بغيتو جولة في الحمام وفي طواليت حاشاكم. المهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطواليت ديالي بالتفصيل والحمام اللي بغا تاخذ فكره على الراس والعين. كنتمنى نكون ضيف خفيف على قلوبكم. الا كنتي اول مره كتزور القناه كنقول لك الله يجازيك بخير، ضغط على زر الاشتراك وفعلي الجرس باش يوصلك دائما الجديد. الا عجبتك القناه وجاك المحتوى زوين، ولا كنتي قديمه كنقول لك ولا قديم كنقول لكم راه دركم، شكرا لكم، الله يكبر بكم يا ربي. تنتمنى انكم تخليوا لي تعليق حيت تعليق هما اللي كيحفزوني، هما اللي كنعرف راسي واش راني غاده في الطريق الصواب او لا. كنقول لكم شكرا لكم، شكرا للتفاعل، شكرا لكل وحده كتصيفط لي ميساج في الواتساب او الانستغرام، شكرا لكل وحده فيكم كتعطيني من وقتها وكتخلي لي تعليق، شكرا لاي وحده كدير لي لايك او ديزلايك وكتعطيني من وقتها، شكرا لكم كاملين الله يكبر بكم، شكرا اللي كيبارطاجيوني مع الناس، شكرا اللي كيقولوا لي رحنا معاك، الله يخطيكم عليا ونقطه بنقطه كيحمل الواد. جمعه مباركه مره اخرى. المهم ما نطولش عليكم الفيديو، خليكم مع التفاصيل. مرحبا بكم كاملين. اول حاجه البنات غادي نشارك معكم الطواليت والحمام قبل الاصلاح كيف ما كيفاش كانوا وكيفاش رديناهم. نتمنى انني نكون نقدر نفيدكم في هذا الفيديو ببعض الافكار، ومن طبيعة الحال كل واحد والطوق ديالو. هذا الدوش شوفوا كيفاش كاين، يعني بدلناه كاغيمون. انا نوريكم دابا بعد الاصلاح، خليكم على الفيديو. هانتوما خواتاتي غنبدا معكم كل شيء باش تشوفوا التغيير اللي درناه هنايا. نبدا لكم بالمرحاض حاشاكم اعزكم الله. المهم انا نبقى خارجه على الطواليت حيت ديجا الطواليت هانتوما راه غير صغيره، نبقى خارجه باش هكذا ما نهضرش، نفضل ما نهضرش في المرحاض الداخل وصافي. بالنسبه للجليج بدلناه كامل، درنا هذا الجليج هذا اللي داير بحال الرخامه. شوفوا الكبر ديالو، نمشي نوريكم هنايا. شتو الجليجة شادة من هنايا حتى لهنايا. ما بغيتش ندخل نهضر في الطواليت ولكن معليش. المهم دابا الباب محلول وكل شيء، عندنا هاد البلاصة هادي بقات خاوية بحال هكا. المهم تجلجنا مور الباب البنات، ما درنا فيه حتى شي حاجة، خليناه هكا سامبل ما فيه حتى شي حاجة. حتى لهنايا لتحت درنا هادي ديال بابي جينيك لا غير. هنايا كاينه هذه تيفت الماء. بالنسبه للباب علقنا فيه هذه باش الا بغيت نحط فوطه زايده ولا الا كانوا عندي ضياف كثر ضروري ما نحط فوطه هنا وفوطه هنا، حيت كاين اللي ما كيمشيش للدوش، يعني كيبغي غير يبقى غير يدخل غير الطواليت صافي، تحطي فوطه هنايا وفوطه هنايا ولا هكا الفوطه درجلي. المهم درنا هذاك تما غادي يجي زوين. بالنسبه لهاد لي طابلو البنات بزاف قالوا لي حيديهم، راه ماشي الصالون، راه تخو شارجي، راه والله الا هدرتكم على الراس والعين، ولكن انا راه عجبوني غير سمحوا لي. ان شاء الله انا عارفه راسي غيدوز شويه وغادي صافي غادي نملهم وغادي نحيدهم، ولكن دابا عاجبيني. وحتى فاش جيت فكرت انني نحيدهم لصقتهم النهار الاول بالسيليكون، كيف غيبقى لي داك السيليكون يعني خصو الوقت شويه ونخصو غير الخاطر. والله الا ما نكذبش عليكم باقي عشقي فيهم غير سمحوا لي، يعني تقدروا نتوما ما ديروهمش اللي جا هضخو شاقشي، ما ديروش حتى بارطاجي معكم شي حاجه اللي تقدروا غير تستافدوا منها. الافكار اللي درت تقدر تفيدكم تقدر لا، حيت كيبقى كل واحد والذوق ديالو. بالنسبه لهنايا البنات لاكين درنا هاد الفرفاره هادي كتشعل مع الضو وتطفى وتطفى مع الضو. ها نتوما ها هي غادي تطفى، سمحوا لي على الضو. المهم نتمنى انكم تكونوا سامعينها. صافي درنا هاد البلاكار هذا، شوفوا شحال زوين صراحه البلاكار جامع ليا بزاف بزاف، كنت معمره بالديكورات وفعلا قالوا لي البنات خوي وخويتو هكا صراحه جاني زوين. وباقي غنحيد هاد العيبات هادو اللي كنت خديت من ايكيا غنحيدهم البنات. المهم غير تنشوف دي برودوي ولا نشوف ناخذ منظمات ناخذ فيطات زوينين هكا ونزوق بهم تما ان شاء الله، ونعاود نشارك معكم في فيديو فيه روتين نهار باش نبدلهم ونشارك معكم ان شاء الله افكار. المهم لقيت فيطات زوينين نطويهم
طيات زوينين غيجوني تماك. المنظمه تدرت مع السيده باش تجي مولية، وكان ساينها اليوم 3 ايام ما جاتش عندي، قلت صافي معليش غادي نبارطاجي معكم، حيت بزاف البنات قالوا لي عافاك شاركي معنا الحمام ديالك، ما بغيتش نزيد نتعطل عليكم البنات. بالنسبه لهنايا دايره فيه بابي جينيك، هانتوما شوفوا دايره فيه الكافور، تماك الكول صافي. وهنايا دايره غير واحد السويبينه ديال الريحه باش هكا تخلي ليا الريحه زوينه، تخلي لي الريحه زوينه في البابي وصافي، حيت ملي كنسد ديك الريحه كدور. بالنسبه لهذا كيفاش خدموا لي النجار كيتسد بوحديته، صراحه الكاليتي زوينه، ما كرهت انني نبارطاجي معكم النجار، ولكن البنات راه ما بقاش حيت النجار اللي صايب لي الحمام والدوش، انا بارطاجي معكم حتى هو دابا، وبيت النعاس وبيت الكلاس راه ما بقاش هنايا للاسف. اما المبل ديال الصباب نخلي داك لو كوان من بعد ان شاء الله نشاركو معكم. النجار كان وقيله كاين هنايا، دابا نسول المنظر ونرد عليكم، ولكن اللي صايب ليا هادو اصلا صايب ليا الغلا وما بقاش هنايا. ها نتوما شوفوا هنايا هاد البلاصه شنو دايره فيها، ما غادي نخبي عليكم حتى شي حاجه. دايره فيها هنايا المشيطات ديالي، هنا دايره فيها لي جيل دراجلي، دايره فيها هاد الكوتاكوت كطلق الريحه الزوينه، هاد الشطيطيبه ديك الشطابه الشتا ديال السراج حاطه هنايا غير بوحديتها راها نقيه. وهنايا دايره شويه ديال المسك باش كيخلي لي الريحه، يعني دابا راه غير حليت وعطاتني الريحه زوينه. وهنايا دايره لي زويل ايسونسييل، كنت شريت باكيه فيها 11 من سلعه ديال اكسيون وساليتهم، باقي عندي غير هاد الثلاثه ديال النكهات باقيين هنايا. صافي اخوتي هادشي اللي دايره هنايا، ما غادي نخبي عليكم، ما غادي نزيد عليكم باش نصور لكم بارطاجيت معكم داكشي اللي كاين. بالنسبه لهاد لي بو راه معروفين بخمسة دراهم، هذا البنات ما تضحكوش عليا سوفينير كنت خديته من إفران. ها نتوما شوفوا شوفوا التاريخ في 2014، ها نتوما نهار 6/11/2014 منين كنت كنقرا، كنا مشينا لإفران انا وصحاباتي، وكنت خديت هذا عزيز عليا الصراحه داكشي باش حاطه هنايا فيه الانواع ديال الحجيرات وداكشي. صافي هنايا معلقه البنات هاد الفوطه هادي ديال ايكيا، معرفتش واش باقي باقي. هانتوما صبن ورد الصراحه، واخا زايده شويه في الثمن ولكن صبن ورد، كنا خليناها من ايكيا. هنايا دايرين هاد اللعيبه ديال الماء، وهنايا لتحت البنات دايره هاد المعطر الريحه ديال بيم، هذا هو اللي زوين، هاد الماركه ديال هابي داي هي اللي واعره الصراحه. بالنسبه للملحه البنات تنديرها ونصحتكم بها شحال من مره، الملحه زوينه زوينه بزاف، تتعطي الطاقه الايجابيه، تتحيد الصداع من الدار، ديك كثرت المهم تدير الطاقه الايجابيه. الملحه قلبوا عليها اللي بغيتوا، الملحه ديال درهم اللي ما فيها حتى شي حاجه، يعني ارخص حاجه كنا 10 ريال. دائما خدي هكا شي زليفه ولا شي حاجه وديري هنايا، ديري في البيت غير الملحه، راه ما فيها حتى شي حاجه زوينه، تتحيد الطاقه السلبيه وتتعطيك الطاقه الايجابيه في الدويره ديالك. بالنسبه لهنايا البنات دايره جفاف، حيت ضروري بعض المرات كنحيد الطابيات كنخلي الجفاف ضروري ومؤكد الا دخل عندي شي حد، سورتو هكا الا عندي شي حد صغير ولا طواليت صغيره والميمان وداكشي كنخلي الجفاف دائما. هنا هنايا خديت هاد الباك ديال الشبكه ديال الصابون وهادي د لابوبيل حاشاكم. المهم هاد الباك كنت خديته من بيم صراحه، كانت جاني كادو خداتو ليا صاحبتي الله يخلف عليها، فيه هاد الشبيكه وفيه ديك الشبيكه التحتانيه بلاتي دايره فيها انا القراص ديال الصابون، راه يلا هبط الحوايج نصبرهم عاد باش نجيب. المهم طرطقت ليها هاد الباب حيت ما كتبغيش تسد، خليته هكا، فيها هادي د لابوبيل وفيها حاشاكم، حتى هاد الشيته هادي ديال الطواليت خليتها تما كنقيه ما كنستعملوهاش، تنستعملو غير هادي، هاديك خليتها اوكا او جاو عندي الضياف. ديك النهار قالوا لي البنات حيت بارطاجيتها معاهم في الجروب، وقالوا لي البنات علاش دايره جوج ديال الشيتات، راه وحده كافيه والطواليت صغيره، وحده كافيه ولكن انا دايره وحده للكوتيديان، يعني الان يا ولدي راجلي الا جي عندي شي حد العادي اللي تنحسبو بحالي بحالو، ولكن ملي كيجي عندك شي حد اللي عزيز ولا شي حد اللي تيجي عندك مره في شحال، اما راه اي واحد كيجي عندك الا وعزيز، يعني كيجي عندك شي واحد مره فشحال حشومه يلقى ديك الشيته اللي كتكون شويه مصديه اولا اللي موسخه اولا اللي مشنتفه اولا، خلاص راه ما غاليينش، يعني 11 درهم. هذه اللي قلت لكم كنت خديتها مع هذا الباك هذا جابته لي صاحبتي، وهذه كنت خديتها مع واحد الباك اخر بشي 150 درهم واقيله، راكم غتكونوا عارفينه. صافي هادشي اللي كاين، وحده خلاص في اكي كنت خديتها ب 11 درهم، انا نوريكم علاش كنستعملها. صافي هادشي اللي كاين هكذا، خليت الطواليت ولهاد الجهه البنات كاينه المرايه، درتها هكا طويله حيت المرايات كيكبروا الدار صراحه كيعطيو لها سباس. هنايا ضروري من هاد البونجه هادي
هانتوما البنات هاد البونجه العاديه كنت خديتها بهذا ديالها ب5 دراهم، راه ما تتبغيش تسقلي في الجليج. المهم خليها هنايا باش نبقى نمسح هاد لافابو هذا، حيت راكم عارفين دغيا تيتوسخ وتيكون فيه هنايا داك الكحولية صافي كيجيب لك كيعيفك كيعيفني. داكشي باش خليتها تما حداه كل مره نمسحو هكا. وشوفوا هنايا لتحت درت فيه هاد الموبل هذا ديال الالومنيوم، ومستفى فيه هنايا لي برودوي اللي تنستعمل باش كنظف، هما اللي دايره هنايا لا اقل ولا اكثر. وهنايا لتحت هاد الباك اللي كنت قلت لكم بيض، بعض المرات كنحيد هادو باش هكا نحكهم وهذا وتنعاود نرد هادو. كاين هذا ديال ولدي ما مستعملوش كاع. المهم هادشي اللي كاين البنات، هادشي اللي انا دايره هنايا، ما مخبيت عليكم حتى شي حاجه. وبالنسبه للطابيات كنت خديت هادو البنات، عطوني فيهم ثلاثة، هذا ديال هاد الفوقاني ديال التواليت، ولكن انا يا حيدت له لاستيك ودرته هنا يجني احسن ودرت هادو هكا. هادو كنت كومونديتهم صراحة سلعة ديال اسبانيا. هذه هي الطواليت ديال البنات، نتمنى تعجبكم. بالنسبة للحمام انا نوريكم دابا الدوش. بالنسبه للدوش البنات ها هو، حتى هو صغير. درت فيه طابيه من هذوك جبتها لهنايا. عندي هنايا في الدخله عندي بعدا هنايا هذا، درت ليه الالومنيوم هكا باش اللي بغى يدوش لداخل ما يخرج ليش الماء ما حتى شي حاجه. درت فيه واحد الرخامه انا غادي نحل ونوريكم. هنايا في هذا القنيت هذا درت نفس الماب اللي دايره في الطواليت، درت فيه لافابو هكا كبير شويه شفتوا، وهنايا مرايه حتى هي مرايه كبيره فوق منها درنا هذيك البوله اللي كتعطي هكا الاضاءه كتجي زوينه. بالنسبه لهنايا البلافون يمكن خاصنا نطفي باش يبان، لا ما كيبان والو. ها نتوما شوفوا في القبس ما تيبان والو. المهم دايرين لي سبوت والقبس في هذا اللي دايرين في البلافون. هنايا في هذا القنيت هذا دار لينا النجار اللي صايب ليا نيت، دار ليا هذا الرفوفه. انا نشارك معكم شنو دايره فيهم. هنا البنات دايره فيهم لي برودوي ديالي اللي تنستعمل، زيت اركان، لي كوماج، الغسول باش نغسل وجهي، زيت جونسون، المهم ستيك وداكشي. هنايا دايره فيه زيت الماساج، حليب دولتي، هاد الطونطوز دراجلي، الماد لي لونتي، المهم لي كريم اللي كنستعمل. وهاد البلاصه الفوقانيه دايره فيها لي بارفان ديال ولدي، دايره فيها البومادات اللي كنستعمل، وفي هذه هنايا دايره لي فيغني ديال اللي كنستعمل، وتما كبيره ريحه مثل صابونه باش كتخلي ليا الريحه في الحمام. هادشي اللي كاين البنات، هادشي اللي دايره. وبالنسبه لهنا الحمام هاد القنيته هادي بقات لي هنا حاشاكم فيها القادوس، درت فيها تما بوبيل دايره فيها ميكا، ميكا عاديه باش كنجمع الزبل، نجمع غير الميكا بلا ما نبقى كل مره نحكها. هذه هي اللي قلت لكم هادشي تاع البنات ديال الطواليت، كنا خديناها من ايكيا ب11 درهم. هادي لاش مخليها البنات، مخليها حاشاكم للطرو ديال الزبل. ملي كنمشي نخوي الزبل واخا تندير فيه الميكا د لابوبال وداكشي، ملي كنجي هكا شويه جافيل والماء وتندوز عليه بهادي كتبقى ديالو مهنيه راسي صافي. تما قدرت داك البوا عادي. وهنايا غادي نجي نوريكم هذا ديال الالومنيوم. هذا البنات راه غير بلاستيك، شحال من وحده قالت لي اختي واش زاج؟ لا البنات راه بلاستيك، ولكن بلاستيك مزيان. انا نحل لكم الحمام البنات وقولوا عليا هانتوما ما خبيت عليكم حتى شي حاجه. هنايا درنا هادي نفس الجليج اللي درنا في الاول هو اللي درنا هنايا، وراكم شفتوا كيفاش كان الحمام راه كان حالتو. هنايا لاكين درنا فيها هادي، هنايا لي برودوي اللي كنستعمل. المهم شحال من حاجه سالت لي، ولكن قلت والله ما نزيدش نتعطل عليكم. هانتوما شوفوا هنايا، شوفوا الشيته ديال الصابون، يلا صبنت البرديل اللي بقات تماك. المهم درنا هادي، هادي تتلصق هنايا. بالنسبه اللي تيبغي الرشاشه، ولا انايا اصلا تنستعمل هادي بزاف حيت سامتهاش باش نبقى ندوش، زعما نبقى ندير بهادي صافي. هادشي اللي كاين هنايا هاد مبغاش يسكت طق طق طق. المهم هنايا بالنسبه لهادي ما عرفتش كتقطع، شد معايا غير العكس. قلت لكم هنايا سطل هاد الكريسي كنا خديناه من ايكيا. وهنا لتحت هانتوما شوفوا الرخامه اللي درنا، راه فريمون زوينه. هذا هو الحمام ديال البنات صغير
ولكن زوين عجبني. شي حاجه على قدنا، ماشي شي حاجه واو بحال وحده. كانت قالت لي يا كو كانت عندك البيلا على الله شنو درتي. انا كنبارطاجي معكم غير باش تاخذوا افكار لا اقل ولا اكثر. بالنسبه لهاد البلاصه البنات هنايا مر الباب معلقه هادو حتى هما حيت كينفعوا. هنايا كنت دايره واحد اللعيبه ولكن طارت لي خسر لي الباب، معليش تنشوف لها شي حل. وهنايا النور درنا هادي باش هكا منين تدخلي الدوشي نسد هذا باش ما نبقاش باش ملي تدخلي الدوشي تحطي هنايا الحويجات، تعلقي هنايا الفوطات ديالكم، المهم داكشي اللي بغيتي. وهذا خلاص كنعلق فيهم البنوارات ديالي انا ورجلي دابا راهم في الصابون، داكشي علاش. هادشي اللي كاين اخواتاتي ها نتوما صافي. وهاد القنيت هذا درنا فيه هادي ديال الفوطه، وها هو لافابو. هادشي اللي كاين اخوتي، نتمنى يعجبكم هادشي اللي بارطاجيت معكم اليوم. ما بخلت عليكم حتى شي حاجه، تهلاو ليا فراسكم. المهم هنا دايرين جوج ديال السبوطات في البلافون، وحده جات لداخل اللي دخل يدوز تبقى فوق راسو، وكاينه هادي وكاينه هاد البوله هادي. الاضاءه زوينه، ها هو المشتي. تغنسالي الفيديو عاد سكت بوحديتو. هادشي اللي كاين اخوتي. وبالنسبه للبلافون ديال التواليت انا دابا نمشي نوريه لكم باش نحبس الفيديو. ها نتوما اخوتي، ها هي التواليت حاشاكم، ها هو السقف ديالها. صافي هادشي اللي كاين، كنقول لكم تهلاو ليا فراسكم حتى لا فيديو جاي.